مع دخول الحرب على غزة يومها 69 بعد المئة، وبعد فشل حملات التضليل بإخفاء وحشية الاحتلال، تستمر حرب السرديات والأدلجة التي يشنها الاحتلال وداعموه. التعريف الجديد للتطرف في بريطانيا أدرجه كثيرون ضمن هذا الإطار، فهو سيحرم هيئات معنية التمويل الحكومي والاجتماع إلى مسؤولين. أما المبرر فكان أن التطرف منذ الحرب على غزة يمثل خطراً حقيقياً على المملكة المتحدة. قرار الحكومة البريطانية ترافق مع كثير من ردود الفعل، وجرى ربطه مباشرة بحرية الرأي والتعبير، وتحديدا بالتظاهرات المؤيدة لغزة والمنددة بالعدوان الإسرائيلي عليها، ولا سيما أنه بعد أيام من الكشف عن التعديل جرى رصد عدد من الإجراءات، حيث علق نشاط شبكة الخدمة المدنية الإسلامية بسبب تعليقات على العدوان على غزة، كما جرى التحقيق مع مجموعة بريطانية بذريعة حثها موظفي الخدمة المدنية المسلمين على نشر آراء مناهضة لتل أبيب. وفي المقابل يجري إفساح المجال أمام دعم الجنود الإسرائيليين في غزة عبر تسهيل عمل جمعيات تحت مسميات خيرية، مثل جمعية أصدقاء رفاهية الجنود الإسرائيليين في المملكة المتحدة، وخصوصا خلال الحرب، عبر جمع الأموال علنا لدعمهم وتعليمهم وتوفير مرافق الترفيه لهم، رغم ما يتضمنه ذلك من مخالفة لقوانين الجمعيات في بريطانيا التي تفرض على المؤسسات الخيرية أن تخدم هدفا يحقق منفعة عامة وتنظمه لجنة المؤسسات الخيرية. واللافت أنه بعد التعديل البريطاني حذف المؤيدون البريطانيون لإسرائيل مقاطع الفيديو التي تدينهم، وأغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.